Поэтому я беру руку, солнце кушает. Там подробно в парке дай ей. Они говорят, это салон. Ты американ? Какие обрати вы сами? Population from the population? Population? Yes. Okay. Why did you get a mask? Why did you get daily or how? Bar fixa la pagué que un Q máximo monthly. Vite ni Q máximo daily. Vite ni Q máximo hour. Q máximo hour. El hour que te di, el monthly o sea di. ¿Cuál es el monthly? ¿Cuál es el monthly? El Q hour. Vite ni 81 الكيو اب والهوا 2 ونص حابين اقوم بعد كده بتجيب حاجه اسمها ايه تاني الكيو فاير وايه تاني والفاير المهم الكيو فاير كانت بتساوي ايه؟ بيبوليشن 10000 في 60 في 2 ايه تاني؟ بيبوليشن على 10000 في 60 في 2 في 2 الوحده عندي كم بعمل ايه؟ الثانيه الوتر ديماند بتتباع بساعه لو عايز اجيب بقى كميه الميه في الارض الارض بتجيبها ازاي؟ هي بس اضربها في 2 اضربها في 2 اضربها في 2 اضربها في 2 يبقى ايه؟ ديوريشن على 10000 في 60 في 2 في 2 كده الوحده عندي ايه؟ متر الوحده عندي متر مكعب النهارده ما حد عارف ايه شايف؟ الجراوند تانك والاليفيت تانك طب هو احنا ما شرحناش اصلا الووتر كونسامبشن في الفيتش ما تشرحش الاسبوع اللي فات مش احنا كنا خدنا الموديليشن بس انا شرحت الاثنين اللي فات هو كل واحد بيتعرف فيه بس النهارده معلش عليك الجراوند تانك والاليفيت تانك حد عارف بنعمل الجراوند تانك على ايه؟ بتصمم الجراوند تانك ازاي؟ ازاي؟ ايه؟ ما اعرفش ده انا هنزل فيه ميه ازاي طيب؟ ما اعرفش في عندي ثلاث حاجات ايه هما؟ اسمح ان انا ادخل الكيو فيه لمده نص ساعه ثاني حاجه يسمح لي الفرق ما بين الكيو ماكسيموم دي ناقص المونثلي لمده يوم كامل ايه ثاني؟ لو حصل عندي اب يكفي لمده قد ايه؟ من 6 ل 10 ساعات يبقى ايه هما ثاني؟ حد يقول كده؟ أول واحدة إيه؟ الكلور يا نص ساعة فرق كيو ماكسيموم الفرق ما بين الديلي والمونث لمدة يوم كامل تاني حاجة إيه؟ الاحتياج لو 6 ل 10 ساعات لو حصل غصب عنك 6 ل 10 ساعات تمام حد كده؟ تعالوا قدامي تمام كده؟ يبقى أول هي عندي هحسبها إزاي؟ لو قلنا أول هي هنجيبها إزاي؟ ان انا اعمل ايه؟ اسمح بايه؟ ان انا عايز اعمل ادخل الكيو لمده نص ساعه احنا اول حاجه الاول الكيو هنا كان بيطلع بقى في ايه؟ الليتر وال بيطلع لتر باليوم باليوم انا بقى عايز احول واحده كل ايه؟ انا راح اشتغل اخليها متر مكعب ايه؟ سكن اخليها متر مكعب يوم متر مكعب سكن ده خلاها في المواسير الشركات اول لكن خزان اول خليه يوم متر مكعب يوم انا هحول لتر اليوم دي ليه؟ متر كيوب بير دي متر كيوب بير دي اللي هو عامل ايه؟ هضربها ب 10 اسطر 3 تمام كده؟ يبقى الكيو ماكسيموم مانثلي كنت ايه؟ متر مكعب يوم ودي لي نفس الكلام وهقول نفس الكلام تمام كده؟ يبقى اول دي عندي قلنا نعمل فيها ايه؟ لا نص ساعة كيلو نص ساعة في الكيو ماكسيموم ايه؟ مانثلي يبقى اول دي هجيبها ازاي؟ كيو ماكسيموم مانثلي ايه؟ نص ساعة في هنا تحويلة ولا مفيش؟ ايه؟ يبقى اقسم على 24 ليه؟ عشان دي متر مكعب يوم؟ اه دي اه وانا عايز اضرب في ايه؟ نص ساعة وانا عايز اضرب نص ساعة يبقى اعمل ايه؟ اقسم على 24 كده الوقت عندي ايه في الاخر؟ متر مكعب يوم متر مكعب ده حجم يبقى متر مكعب على طول معلش الفي واحد دي كانت بتاعت ايه حجم ليه؟ بتاعت التوفي اللي هو مثلا عايز ادخل الكلور على الخزان اه تمام؟ يعني هو
الحجم بتاع الخزان يعني والحاجه اللي انا في عندي الثلاثه دي اختار الكبير ما بينهم هو ده اللي صمم عليه الخزان عندي تمام دي واحد عندي ان انا اسمح ادخل الكلور لمده نص ساعه في الخزان تمام الكلور لازم يخش على الميه الخزان لمده نص ساعه حد نصلح حد كده يبقى في واحد جبناه ازاي اضرب ايه يو ماكسيمم مانس في ايه ليه حولت عشان دي بيتهم قاعد يوم نص ساعه و24 ثاني حاجه بقى هو ده ايه جبني له ايه لا لا ثاني جيت ايه ده متر مكعب يوم دي متر مكعب يوم فهضرب يوم كم واحد هيديني متر مكعب تمام كده واضحه ولا ايه معلش الفي 2 كانت بتاعتي ايه الفي 2 دي ايه الفرق ما بين الديلي والمنصري لمده يوم تمام يبقى اطرح كي يوم ماكسيمم ديلي ناقص منصري هضربها في يوم واحد واضحه ولا ايه طب دي لو الواحد عندي متر مكعب يوم هضرب في كام اضرب في واحد لو 100 مكعب ساعه بقى اضرب في 24 اضرب في 24 لو انا جيت لو انت سويت هنا او 100 مكعب ساعه يبقى 100 مكعب اهو ناقص 100 مكعب اهو اضربه كام؟ ساعتها اضرب كام؟ في 24 عشان يديني ناتج بايه؟ 100 مكعب ثالث دي بقى هو ايه؟ لو حصل اقل من 6 ل 10 ساعات يبقى اعمل ايه؟ يوم ماكسيموم مونثلي ايه 8 على كام على 24 وانا كده جبت ايه انا كده جبت ايه عندي دي 3 واضحه لحد كده ولا ايه حد عنده سؤال كده اخر حاجه عندي بقى ما خدنا حاجه 8 اه تمام ولا ايه حد عنده سؤال لحد كده الدنيا مفهومه تاخد الجنوب ازاي واضحه ولا ايه لما اجي عايز اجيب حجم الخزان الكل اجيبه ازاي؟ اخد الماكسيمم الاكبر يبقى حجم الخزان الكل اعمل ايه؟ الماكسيمم من دي واحد وبي اثنين وبي ثلاثه في حاجه ثانيه ممكن اجمعها عندي؟ الويتد ديمونت الفاير ديمونت بس هاخد منه كام؟ هاخد منه 80% 4 ل 5 يبقى الخزان الاكبر منه كام؟ 80% وانا كده جبت ايه عندي؟ البي ديزاين يبقى انا كده جبت ايه؟ حجم الماي جوه الخزان اعمل بيه ايه بقى؟ هنصمم بيه الخزان يبقى اقول ايه يعني؟ اقول البي بتساوي ايه؟ ال ان في ال ان في البي في الدي تمام كده؟ ال ان ده هو ايه؟ هذا نمبر اوف ماني ال ان طول عندي والدي والدبس الماي الطول بيبقى عندي حوالي 50 متر والدبس عندي مش من 4 ل 5 متر فانا كده عندي مجهول واحد اللي هو ايه؟ اللي هو البي اعوره دي لو لقيت البي عندي كبرت جدا الماي عامل ايه؟ ازود عدد الخزانات المفروض تكبر قد ايه بس؟ البي تبقى حوالي نص متر الماكسيمم بتاعها نص متر تبقى حوالي نص متر تمام انت كده انت عندك بيبقى عندك ليه قوي في عندك في سكه ارض مثلا معينه لازم ما تفكش عن نفسك حجم الخزانات فانت بتقعد بقى تظبط على الحجم اللي على الحجم اللي عندك بالنسبه لكده في الارض اللي انت عندك لكن في الامتحان مش هيفرق معاك حاجه. القانون بتاع البي مش انا جبت 3 بي اختار الكبير ما بينهم واجمع عليه 80% من الفاير ديمونز. فانا كده جبت حجم الميه فين؟ حجم الميه كله في الخزان. حد عنده سؤال لحد كده؟ واضحه ولا ايه؟ باشمهندس هو انا اساسا بقارن ببي واحد وفي ثلاثه اما انا كده كده بضرب على طول هنا في نص وهنا بضرب في 8 ساعات. في كود الروافع بيقول لك عشان تصمم عشان تصمم الخزان الارضي معاك ثلاث شروط لازم تحققها وتختار الكبير ما بينهم. انت لما تيجي مثلا بره في مشروع بره يقول لك ايه؟ تصممت الخزان ده ازاي؟ انت بتروح حاسب الثلاثه وتقول لهم تروح اختار. حد عنده سؤال لحد كده؟ السؤال ده بتاع سؤال. حد عنده سؤال؟ طب دي بقى كده يبقى انا ايه؟ شغال الخزان كام ساعه؟ 8 كده انا شغال خزان
24 ساعه في اليوم بكده الخزان مفيش عندي قد ايه 24 يوم 24 ساعه تمام لحد كده لو جه قال لي بقى الوركينج اور بتاع الخزان عارف ان مش هتعمل عندي لو جه قال لي اول مساله الوركينج اور 18 ساعه اعمل ايه تمام يبقى اول خطوه خلاص اعملها ايه اضرب البيو افريج عندي كام في 18 على ايه على 24 ايه بقى الوحده عندي الوحده عندي ايه دي الوحده بتاعت البيو افريج كده كده بقى ايه لا باليوم برضه انا عندي اليوم اليوم في الاول 18 ساعه بعد كده اليوم بقى 18 ساعه يبقى كده اللي حصل انا عندي كميه ميه ووتر كونسامشن لل 24 ساعه عايز اشوف النسبه بتاعتها قد ايه من 18 ساعه فهضرب 18 على 24 فدي بقى برده بقت ايه لليوم برده عادي تمام بس اليوم عندي هنا بقى وجعني كده مثلا كده تحتيه اللي هو اليوم عندي بقى 18 ساعه بس مفهومه كده ولا ايه انا كده عملت ايه شغلت 18 ساعه بس فهمنا التحويل ده بيبقى ازاي واضحه ولا ايه مفهومه ولا مش هشولس ازاي دي كده انا عندي عايز اشغل خزان 18 ساعه بس اعمل في البيو افريج اضربها في 18 على 24 ماشي انا كان عندي اليوم الاول 24 ساعه بقى اليوم عندي 18 ساعه لما اضربه في 18 على 24 يبقى انا كده عملت ايه شغلت 18 ساعه يبقى خليت اليوم عندي كام 18 ساعه 18 ساعه واضحه لحد كده عايز اجيب بقى في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه اعمل ايه ايه اللي هيفرق عندي مثلا ال 24 دي تبقى كام 18 احنا شغلنا 18 ساعه بس عشان عندي الدي هنا بقى كام 18 ساعه الاول كان اليوم كام 24 عشان كده كنت بسمع 24 حد هنصل لحد كده هنا برضه في الاجهزه عندي المتر مكعب يوم من 18 ساعه ودي عندي من 18 ساعه اضرب في كام اضرب في واحد عادي هو كده كده اليوم لكن لو انا كنت حولتها لمتر مكعب ساعه ساعه واحده اضرب في 18 ودي 3 هقسم على 18 يبقى انا كده جبت ايه برضه؟ دي واحد وفي اثنين وفي ثلاثه هعمل ايه تاني؟ هجيب الاصفر واجمع عليه 80% من الفاير ديماند وايه تاني؟ يبقى انا كده جبت الفي. حد عنده سؤال لحد كده؟ ايه؟ بوينت واحد لما تيجي تصمم المحطات عشان كميه مواد الهندسيه اللي هتخرج من المحطه انت هتحتاجها تاني. يعني ايه مستوى الاولانيه؟ المستوى الاولانيه هو بيحل المستوى كان بيصمم الخزان؟ اه لا ده في المحطات في الفلاني والحاجات والخزانات اللي في المحطات عشان بيبقى عندك ميه غسيل فانت محتاج ايه؟ تحسبها معايا ان عندك ناس محتاجه مثلا 100 بس المحطه برضه محتاجه كميه ميه جوه فانت بتضرب واحد واحد تمام؟ الان نمبر اوف تانك عدد الخزانات حد عنده سؤال لحد كده؟ الدنيا واضحة؟ الفي 2 معلش الجزء بتاع 18 ساعة ده ممكن تقوله؟ أنا عندي كل الوحدة بقت إيه؟ متر مكعب يومي بس اليوم عندي بقى قد إيه؟ 18 ساعة 18 ساعة فلما أطرح الاثنين من بعض هو يوم ناقصهم خلاص ما أنا كده إحنا قلنا هنخزن إيه؟ الفرق ما بين الماكسيموم والدي المانثلي والديلي لمدة يوم واحد فأنا كده هضرب في إيه؟ في يوم واحد هو لكن لو أنا بقى كنت محولها من الأول للساعة متر مكعب ساعة أضرب في كام؟ 24 أضرب في 18 ايه 18 في الحاله دي 18 واضحه ولا ايه تمام ماشي حد عنده سؤال كده الدنيا واضحه الجدول ده وده عامل ايه جراوند تانك هيساوي جراوند تانك ومديني جدول وده عامل ايه هجمع الوقت كونسومشن ليه بقى في اليوم احنا قلنا اصلا ان احنا اللي فاكر كان عندي ايه دور كونسومشن دي جدول ليه دي كابيتال ايه دي اليوم انا عندي هنا الجيوش كل ايه؟ كل ساعه ساعه ونص يوم عندي كميه الفيول اللي محتاجتها فانا عشان اجيب كميه فما محتاجه في اليوم اعمل ايه؟ اجمع الوقت كونسومشن وبعد كده عملت ايه؟ كميه الماده ايه؟ اللي محتاجها في اليوم كله وبعد كده اعمل في الاخر سمشن سمشن عندي بيساوي ايه؟ اجمع كل الارقام دي بدأ عندي ايه؟ الوقت كونسومشن اعمل ايه تاني؟ اجيب اضربها في البيتوليشن اجيب ايه؟ كيو افريج كيو افريج بعد كده اجيب بقى المنصدي اجيب المنصدي ودي وهو دي وارجع اجيب دي واحد دي اثنين دي ثلاثه اجيب لهم حجم الميه
مفهومة كده ولا ايه؟ مش هنا بنتي ايه؟ 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 بنتي لو ساعة الدور لان الناس كلها خلاص صحيت والناس كلها عايزه ميه مفهوم لحد كده ليه دي اكتر حاجه في ساعة الزور عند البيوت واضحه لحد كده يبقى انا هعمل ايه برضه هجيب نقطه كونفشن هجمعهم يبقى انا كده جبت ايه خدت كونفشن اعمل ايه تاني اجيب منه كيو افريج بعد كده اجيب الناس مانثلي ودي الباور واجيب منه دي 1 2 3 ثلاثة واجيب الحاج واجيب عدد خزان واضحه لحد كده بس ايه الفكره بقى اللي ممكن تيجي بالوقت يغير في الوقت يغير في الوقت بس لو رجع بيعمل ايه يغير الاثنين دي يخليها 3 بس انا هعمل ايه اضرب 2 على 3 تمام يعني بقسم على 3 اضرب 2 اضرب 2 من هنا جاي اعمل ايه بجمعهم جاي مجمعهم ايه حاجه ثانيه ممكن يغيرها الزمن مثلا غير زمن يغير بقى في النص هنا مثلا يمكن 4 يخلي نقصا من 4 ل 8 خلي دي مثلا من 8 ل 12 بس احنا هعمل ايه هقسم على 3 واشوف كل فتره فيها ايه فيها كام ساعه وربع ساعه عشان ما يجيش حد يشوف اول رقم يقسم 3 يبقى يجمعهم كلهم وضرب مره 3 هيبقى كده انا هنعمل ايه تاني مش بعد كده هشوف كل فتره ايه الزمن فيها قد ايه هدان سؤال تاني بعد كده عملت ايه تاني الفكره اخر فكره اشوف الزمن اللي اتغير فيه اشوف كل فتره ايه الوقت فيها قد ايه اه هتنسى لحد كده الدنيا واضحه كده خلصت هو كده الجراوند تايم خلص عشان كل بيت التانك اللي بيت التانك بس عاوز اقول لك انت عامل ازاي ممكن ده على طول تبقى جدول لكن الجراوند تايم بيبقى ايه يا اما ده تجيب لك جدول مثلا اللي بيت التانك عاوز يجيب جدول ما لكن الجراوند تايم بالشرط يعني يا اما مساله اكاديميه عادي بتقوليش اوتر كونسبشن يا اما اديني جدول اجيب منه ايه اوتر كونسبشن اللي بيتك اصلا وظيفته ايه عندي البيت دايما جدول بيظبط الضغط بتاع عشان كده بحط حته عليه انا مثلا عندي مدينه هنا مثلا اهي بحط اعلى نقطه عندي احط فيها الخزان العالي بحيث ان هو يعمل ايه في الشبكه يغذي الشبكه بالضغط من الدكتور بوت يبقى ده عندي بحط خزان عالي هيعمل ايه في الشبكه هيغذيها بايه بالميه بالماء والضغط نفس الوقت عشان هو كده ايه على منصوب عالي مش محتاج اعمل ايه مش محتاج احط مضغوط تمام كده بيشيل ايه تاني الربع الفاير ديماند واحد على خمسه واحد على خمسه من تاني الفاير ديماند الفاير ديماند تمام كده خزين عليه بيعمل ايه بيدي فلوس ثابت طول اليوم يعني انا مش هاجي اقول مثلا من 2 ل 4 يديني 10 ومن 4 ل 6 يديني رقم تاني انا بفتح المخبز بيديني فلوس ثابت على كل يوم او على حسب عدد ساعات التشغيل على شغله فيها كل يوم تمام كده هبدا انزل عندي بقى هو دي مثلا كده من 12 ل 3 ومن 3 ل 6 ومن 6 ل 9 اول حاجه ابص عليها ايه الزمن نفس الفتره بس هي دي ولا ايوه تمام كده لو ما اتقالش زيها اعمل ايه حاول اعمل كده تمام بعد كده حاجه اسمها كومبليت اجمع يعني كومبليت اعمل ايه كده اجمع اربع حاجات بعضها ازاي 6 15 15 48 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
105 سم. مفهومة كده ولا ايه؟ هبدأ أفصلها ازاي بقى؟ هبتدي بس الجراف كده الأول. ما بين ايه وايه؟ ما بين الوقت وما بين كمية الماية اللي اسمها الحاجات. هعملها ازاي؟ وده هنا ايه؟
3 6 9 12 الوتر ما ينفعش احطه ازاي؟ احاول اسيبه مثلا كله 10 10 حجمه 110 اخر الجمعه عندي هتكون زي قد ايه؟ 150 كده عامل ايه؟ هطلع يعني هطلع عند 12 كده؟ 105 وصل خط حد كام؟ 105 الوتر دي عندي كام؟ 105 عندي وصل 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 لو الخط هنا يبقى كيرف ولا لا ستريت لاين خط يبقى ده الخط بتاع ايه بتاع الخزان عندي اللي هو ابتدي غزي عندي ايه الشبكه عندي اعمل ايه تاني بقى شوف النقطه عايز اشوف بقى كل فتره انا هكون محتاج كام بس هرسم بالتراكمي ولا لو كونسبشن لا تراكمي تراكمي بالتراكمي عشان ايه ده يحصل مش هيحصل كيرف عشان يحصل كيرف لو انا وصلت بالنقط دي مش هيحصل ده مش هيحصل كيرف يبقى اول نقطه كام عند 12 عند اخر 3 بقت كام بقيت 6 وبعدين بقيت 15 نكمل بقيه الكيرف هيبقى عامل كده اخر نقطه لازم تكتب فيها 105 هما نفس في عجز ولا في زياده؟ في زياده عجز ولا في زياده؟ فوق زياده فوق عجز تحت زياده فوق عجز تحت زياده ايه؟ اللي تحت زياده اللي تحت زياده ليه؟ عشان الفلو اعلى اقل من الخزان بكتير وفوق ده عكس العكس العكس تمام كده ولا ايه؟ مفهومه ولا حد انت ولا حد نوصل كده؟ تمام يبقى دي اسميها مثلا ايه؟ دي اسميها ايه؟ اجيب ايه ازاي واجيب ازاي؟ الفرق اكس اعمل تنزل اخش كده؟ لا ده انا بحط راسي اه اكس نعم علي مش شايف اي حاجه هتلاقي نفسك في مخرجه ثانيه هو قال ساعتها تيجي عند اخر نقطه تعملي كده وتطلع منه وراسي لحد ما تطلع لك الخط ما هي من اقصى نقطه حصلت عندي ما يطلع منها راسي اجيب منها قيمه الايه؟ وين اقصى قيمه برضه؟ هو قال اجي عند النقطه دي وجاي جايب منها قيمه هو قال الاسلوب لو اكبر من الووتر كونسامشن ولو اقل نرفع من الاسلوب مش ما انت لو شفت اكبر او اقل هيجيب برضه حتى عكس عكس او زياده اه بتطلع نفس الرقم هو نفس الكونسبت الفكره عندنا احنا اتلخبطنا عشان الدكتور لما جه في حته مشتركه مثلا بقى النقطه التقاطع اللي في النص دي ايوه قال ان بعدها نفس ممكن يبقى مثلا الفوق ده المفروض عندك مثلا ده بميل ده اسلوب واحد مثلا ده اس 2 وده اس 3 انت هتشوف كل واحد فيهم لو الاس لو الاس اكبر من الاس 1 يبقى عندي عكس لو الاس اقل يبقى عندي زياده انا عندي 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 خط ميه ماشي كده اسلوب ده اس 1 لو الميه عندي بقى لو كميه الميه اللي عايزها اسلوب 2 اكبر منه كده هيبقى في ايه؟ هيبقى في عجز لو كميه الميه اللي انا محتاجها اقل يبقى في عندي زياده تمام ولا ايه؟ انت عارف انت الهيدروليك بريد ميه اللي هو الشرح ده انت بقى اللي هو في فلويد لما الخط كان بيبقى مش كده امتى بنعرف ان حصل هنا في عجز؟ لما بيحصل نص في الاخر هي نفس الفكره بالظبط. النقطة دي نص المرحلة ده يبقى عجز نص زيادة. النقطة دي هو كمية المية اللي الناس محتاجاها هي هي كمية المية اللي بتاخد قبل قبلها وبعدها. هو ده تعديل ده؟ لا كل ده كده كل ده عجز. لا لا هنا 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 زياده وهنا عكس عشان اقسم الكيرف نفسه هو قال الحته دي كميه الميه المطلوبه بدات ان هي تزيد عن كميه الميه اللي انا محتاجها او اللي انا محتاجها 700 طب قال ايه الزياده دي؟ كيرف نفسه قصده ساعات الميل ده بيعكس يعني ساعات بيبقى في عجز زياده في الاول هو كان في عجز بس الكيرف واحد بس يعني رسم الاثنين كده هو قصده ان الحته الجزء اللي هو مع الشرجه مثلا هو قصده هنا في عجز هنا في زياده هنا في عجز كده يعني طلع من نزل مش كده يعني سبعه يعني عارف لما الميل هنا طب انت بص على القصه والله كده ممكن يبقى حصل كده بص ممكن يبقى الكيرف ده عمله كذا قمه وكذا قاع ايوه هو ده اللي حصل انا عندي هنا عندي هنا هو قاع واحد وقاع هو تلاقي الدكتور رسمه كده بص عندي خط كده تلاقي الدكتور رسمه كده لا هي كده على الكيرف دي أبغى أشوفه عند سكشن أكيد دي إيه؟ أبغى أشوفه عند سكشن
هي الفرق بس في الميل انه مثلا الميل بتاع الكيرف هل هتقول حد بيغير؟ اكبر من الميل بتاع هنجيب ايه وبيه ازاي؟ الكيرف اللي هو مش عارف يبقى عندي كده اجي اطفى نص اعمل ايه؟ اطلع راسي احسب اطلع ايه؟ الخط اللي هو بتاع ايه؟ الخط بتاع الخزان اجيب منه ايه؟ اجيب منه ايه؟ اجيبها ازاي؟ اخش كده وفي واشوف القيمه دي كام؟ القيمه دي كام واعمل ايه؟ واطرحهم من بعض يبقى مثلا لو دي 30 ودي 12 هعمل ايه؟ طب ايه 30 ناقص 12 نفس الكلام فين؟ في البي تمام كده؟ ده الكيرف اللي الدكتور كان قايله هخلص سيشن وابص عليه الكيرف كده عادي عادي لف كده اللي هو ده عندي عكسه وعندي هنا زياده ماشي؟ عايز اجيب بقى حاجه من الخزانه اجيبه ازاي؟ هجمع الميزه اللي بتيجي على الالف واضربها في البيكوميشن يعني اصلا الايه دي الايه والبي بيعبر عن نفسه انا وانتر كونسامشن عندي يبقى انا عشان اجيب بقى حاجه من الخزانه المفروض اعمل ايه؟ يبقى السي عندي بتساوي ايه؟ ايه زائد ايه؟ زائد بي قاسم على الف كده عشان احول البيكوميشن بقى عقل واضرب فين؟ في البيكوميشن تمام كده فانا كده جبت ايه؟ حجم انا كده جبت حجم الخزان هجيب منه هنا ليه؟ عايز اجيب عايز اجيب حجم الخزان كله حجم الخزان كله هيساوي ايه؟ هيساوي السي زائد 1 على 5 ايه؟ الفاير ديماند اللي هو الباقيين من الجراوند هو انا احط هنا 20% وهناك كام؟ 80% الحجم بقى بيساوي ايه؟ هو الخزان اللي بيفتح على طول بيبقى ايه؟ اللي بيفتح التانك بيبقى ايه؟ بيبقى دايري ولا مستطيل؟ بيبقى دايري بعمل ايه؟ اقول البي بتساوي ايه؟ ده ليه يعني؟ الان في باي على 4 الدم في التربيع واضربها فين؟ في الاتش اللي هو ارتفاع الميه عندي ماشي؟ يبقى الدم ده بيساوي كام؟ الدم ده ممكن يخليه في 10 او 15 والاتش 14 انت مش شايفني معاك مش شايفني معاك الابعاد بتاعتك في الاخر واحنا بنبص على ايه بس؟ انا ببصش على ببص على حجم الانتر كتير بس جبت ده صح كل واحد بيطلع منه غير ده جدا لكن لو يطلع حسب الكوره بيطلع كله ايه هو دي وفي اللي بيطلع بيطلع تقريبا دي عشان كل واحد بيخش في مجال تاني يعني كل واحد بيحاول يجيب عندي ايه او هم كلهم اصلا وتجيب وتخلي مجهول واحد بس انت عندي الـ H عطلته من 4 ل 5 والـ D مثلا من 10 ل 15 يبقى انا عارف اضيف الـ N بس لقيت الـ دايما كان كبير جدا ازود الـ N هي مفهومه ولا ايه؟ حد هتصلح حد كده؟ الدراو اللي كان حاطط 4 طب ده لو جينا عشان نتخزن كام كام ساعه؟ 24 ساعه لو عشان اقل بقى 18 ساعه بس او 15 ساعه اعمل ايه؟ نفس العمود اضرب في 18 على 24 لا لو عشان لو شغل الخزان ده 15 ساعه بس اقول اعمل ايه؟ اقسم هشوف اشغله بأني 15 ساعه في اليوم الماكسيموم 15 اكبر اكبر بالظبط كده عاملها ازاي؟ يعني اكبر 15 ساعه بنرسم البار شورت بترسم البار شورت وتشوف اكبر 15 ساعه عشان الفتره دي كده عم يعمل شورت كده بار شورت عليه تايم وعلى ايه تاني هنا؟ استهلاك الميه احط هنا من 12 3 6 9 12 3 6 9 12 اعمل ايه هنا بقى؟ هاجي من 12 ل 3 لازم لازم اكسب له البتاع كله انا ممكن اجيبهم من على الجدول واقول بس هو الدكتور بيحب يشوفه مرسوم هاجي من 12 ل 3 في عندي كام؟ محتاج 6 ومن 3 ل 6 محتاج 9 ومن 6 ل 9 13 ومن 9 ل 12 20 وبعد كده 22 من 3 ل 6 ل 17 17 10 10 8 8 اختار اني بقى 15 ساعه عندي لما يبقى من هنا 6 لحد فين لحد 9 ادي 1 2 3 4 5 3 5 15 اللي هو قال لي هنا ايه؟ الوركينج اور قد ايه؟ 15 ساعه تمام كده؟ اختارهم ازاي؟
أجمع الأرقام اللي فوق يعني. مرحبا. أجمع الأرقام اللي فوق. لا لا بس الله يحميك. وبدي كده كم؟ شغل أنت في الصناعة دي؟ من ستة. من ستة لتسعة. وبدل working hour بتاعي. تمام كده؟ هقارن مستحات سبعة زائد أصل الصلاة عندي. خط نقطة عند خط نقطة خزين. هبدأ من الستة. من الستة؟ ما أعرفه. ايوه احنا عشان انا كلنا يعني حضرتك شرحنا كلنا هبص عليها بعد السكشن والله خالص بنا هبدا ازاي هبدا من السكشن موجوده في البدايه قبل ما اكتب البدايه في البدايه والله مش انا ادت عندي اكتب معاك ستة عندي كم كميه الميه اللي هتخرج من الخزانه دي تبقى صفر لسه مش فاتح الخزان في بدايه وقت سته لسه فاتح الخزان مفيش ميه خارجه منه وقلنا هنفتح الخزان قبل لحد الساعه كام لحد الساعه 9 9 ده المفروض يبقى خرج كام خلاص فيديو خالص يبقى كده خرج كام 15 خرج 150 كلهم مش هو عايز مش انا عشان احط الخزان كله او عشان اخلي الخزان كله 15 ساعه بس انا مخزن فيه كام 150 ولما افتحه سته واقفله عند 9 يبقى عند 9 خرج كام 150 كله تمام يبقى عند 9 كده اطلع لحد كام؟ 150 جميل يا فندم، فاهم موصل فين؟ خط مستقيم، احنا قلنا الخزان بيدي اصلا ايه؟ بيدي فلوس ثابت، خط مستقيم على طول، تمام كده؟ بعد كده عامل ايه تاني؟ ارسم الكيرف اللي هو فين؟ من ايه؟ لا طبعا انا لو رسمتهم من سكه كده ابقى غلط ان الناس اصلا قبلها محتاجه مصدر، والناس مش فارق ان انا الخزان مفتوح ولا مقفول. يبقى اعمل ايه؟ هبدأ من الصفر بقى يبقى ابدا عند الصفر وارسم نفس الشيب اللي كان ايه؟ اللي كان مرسوم اللي هو عند 12 كان في 6 بعدين عند 6 ولا 15 ارسمه منين؟ من الكوميونيتي خلي بالنا احنا بنرسمه منين؟ عشان لو رسمنا نقطة في الفانكشن المساحة كلها غلط تمام؟ يبقى عليها هنا اخر كوميونيتي كام؟ 150 تمام لحد كده؟ واضحة ولا ايه؟ فين بقى فين بقى العكس فين زياده فوق كده العكس تحت الزياده فوق العكس العكس يا هو كده فين فوق الزياده كده تحت عكس انا هنا محتاج لا ده ده خط نقطه على ده بتاع الثاني انا هنا محتاج اكتر من الحته دي يبقى كده عكس كده عكس هنا بقى كده زياده انا محتاج اقل من الخزان دي نعم الكيرف ده نفس الكيرف اللي رسمناه في خطوه قبل كده اللي هو من الكيرفين وبعد كل واحد منهم 6 15 28 مفهوم ولا ايه؟ حد عنده سؤال لحد كده؟ ايه حد عنده سؤال؟ هعمل ايه تاني بعد ما رسمت الكيرف؟ اجيب الـ A والـ B وارجع اعمل تاني اجيب الـ C وارجع اجيب الـ B تمام كده؟ حد يقول لي كده اللي هو كان بيشرحها ازاي؟ عندي ده كده ثابت صح؟ اه تمام؟ عندنا خط ماشي فين؟ في عندنا نقطة هنا هيحصل عكس عكس من هنا يعني في نقطة أنا عندي هنا مثلا في عكس قصدي أنا أسدلها في زيادة صح؟ النقطة اللي هيحصل فيها انكسار دي اللي هي أقصى نقطة عندي من بعدها هيجي يحصل إيه؟ هيجي يحصل إيه؟ مين هيقلب بقى هو قصدي بقى النقطة دي إيه اللي هيحصل عندها إيه؟ بداية العكس محتاجها ايه اللي بداية الاحتياج بداية العكس تيجي بقى هنا عند النقطة دي الناحية التانية بداية الاحتياج بداية الاحتياج بداية الاحتياج ما تمشي في معاك في أي حاجة هي هي يعني فاهم أنت ولا إيه؟ أيوه أنا عندي الكيرف عندي الكيرف ماشي كده في نقطة هنا يمين هتغير بالنسبة لمين الخط بتاع بتاع الخزان أنت بقى عند النقطة دي هتحسب إيه؟ هي تقريبا هو مكتوب كده بس هي ما فيهاش اي حاجه بالاختلاف غير غلطه ولا هي فيها حاجه مش مهندس طبعا لو عندي كذا احتياج كده عندي كذا زياده هناخد اكبر يعني لو عندي كذا يعني لو عندي كيرف مثلا عندي كيرف كده يطلع ويدي كده على طول اقعد اخد بقى كل واحد عندي هنا ايه مثلا ايه واحد وايه اثنين وايه ثلاثه عشان اكبر ايه عندي واحد واثنين اكبر بي وبين معاه واحد تاني اكبر ايه واكبر بي؟ اه اكبر بي واكبر بي واجيب له بي سي
حد عنده ولا حاجه كده؟